حقيقة دعني أولا أشيد بقرار مولاي خادم الحرمين الشريفين بالتكفل بعلاج المجاني للمصابين بكورونا، والأهم وهو النقطة التي ستساعد على الذهاب هؤلاء المخالفين للمشفى، وهو العفاء من التبعات القانونية لهذه المخالفة التي تعتبر يعني مضاد لأنظمة الإقامة وغيرها من الحالات. حقيقة الإعفاء من التبعات القانونية هو أحد العوامل التي تساعد على محاصرة الفيروس لدى هذه الفئة من المرضى الذين يخشون الذهاب إلى المشفى اعتقادا منهم أنهم سوف يتم يعني محاسبتهم على هذه المخالفات التي سيعفون عنها في حال ذهابهم إلى المشفى. يعني من الناحية التي سألتها حضرتك بخصوص الوعي الأسري ومدى استجابة المجتمع السعودي، حقيقة انخفاض الأرقام هو أكبر معيار وأكبر انعكاس حقيقة لهذه الاستجابة الصارمة من قبل المجتمع السعودي لحزمة الإجراءات التي اخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، والانصياع التام للسلطات الصحية بالمملكة. حقيقة يعكس الثقة العالية من قبل المجتمع السعودي لمعالي الوزير ولهذه السلطات التي تعمل ليل نهار على إقناع المجتمع على البقاء في المنزل والانصياع إلى الإرشادات الصحية التي وقد لا أقول ستقي، الحمد لله هذه الأرقام تعكس يعني نجاح كبير مبدئي في كمية احتواء هذا الفيروس. نعم، أيضا دكتور فؤاد، من خلال متابعتكم لتعامل الأسر لدينا منذ بداية هذه الأزمة، أزمة كورونا، حتى هذا اليوم، ما هي الأخطاء الشائعة أو السلوكيات الشائعة الخاطئة التي ترونها وتنصح باتخاذ الجانب الصائب منها؟ نعم، هو حقيقة الاتباع أو سماع الشائعات والاقتناء ببعض الأشخاص الذين يشاركون بمعلومات طبية غير دقيقة وغير صحيحة عن الوضع الداخلي الصحي بالمملكة أو عن الوضع العام للفيروس أو عن مرض كورونا. حقيقة هذه أهم المؤشرات التي قد تساعد على انتشار هذا الفيروس، مثل ما حصل في دولة إيطاليا التي نكن لها كل الاحترام والتقدير، وهي دولة حليفة بعد اتصال مولاي خادم الحرمين عليهم. فلذلك نحن نشيد بجهود هذه الدول، ولكن نتخذ العبر والعظة من طريقة التعامل في هذا الموقف. نحن لا نسعى أن نكون أحد الدول التي يسبقها هذا الفيروس، نحن اتخذنا كافة الإجراءات سواء وزارة الصحة أو سواء الإجراءات الاحترازية الأمنية التي قامت بها السلطات التنفيذية. لذا بقى المؤشر الأخير وهو الوعي لدى الفرد ولدى الأسرة. لذا أنا أركب وأش نعم دكتور. إذن كان معنا عبر سكايب الدكتور فؤاد سندي، طبيب الأسرة والباحث بالشأن الصحي، شكرا له.